والآن الأبطال، والأبطال في مصر آخر جمال، ولاد المحروسة، ولاد مصر معاهم النصر، رابع العالم في آخر بطولة عالم، منتخب مصر الشباب والميدالية الذهبية لأول بطولة. فليتفضل منتخب مصر لاستلام الميدالية الذهبية من المنصة الرياضية من الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والكابتن عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، والكابتن عمرو الشريفي مساعد رئيس مجلس الإدارة لشركة استادات للاستثمار الرياضي، والكابتن أيمن صلاح الحارس الأول في أفريقيا ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي كلاب. ما ننساش الجهاز الفني لمنتخب مصر، الكابتن طارق محروس صاحب ثالث العالم في آخر بطولة شباب، كابتن محمد عبد النعيم مدرب الحراس المرمى، كابتن مهند السحيلي، كابتن محمد عبد المنعم المدير الإداري، و الدكتور مني. بكرة ابتدى أول ما جيت هتفوت عليه هتفوت في حيط، دلوقتي لو هتقول يا ريت هتقول يا ريت يفضل متاح، الفرصة مش حظ وخيال ولا شرط يبقى الكون براح، الفرصة نقلت حل حال، الفرصة شيء مش متاح. الصورة التذكارية لمنتخب مصر للشباب بالتوفيق إن شاء الله لرجال مصر، لرجال المحروسة في البطولات القادمة برعاية شركة استادات للاستثمار الرياضي، وأول بطولة دولية، وطبعا كرة اليد بنحبها بجد، وعلى المنصة الرئيسية تاريخ الاثنين لعبوا مع بعض هما الاثنين، والتشابه كبير جدا حتى في الأسماء، كابتن عمرو صلاح أمين الصندوق حاد المصري لكرة السيد، كابتن أيمن صلاح وأفضل حارس في أفريقيا سابقا وأفضل حارس في العظماء السبعة في ألمانيا في 2006 عندما فازت مصر بالمركز الثاني. بكرة ابتدى أول ما جيت هتفوت عليه هتفوت في حيط، دلوقتي لو هتقول يا ريت هتقول يا ريت يفضل متاح، الفرصة مش حظ وخيال ولا شرط يبقى الكون براح، زي ما أقول وهقول وأعيد بالتأكيد، الفرصة شيء مش متاح، زي ما أقول وهقول إنه المركز الأول، ويسلم الكأس للمركز الأول الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والكابتن عمرو الشريفي مساعد رئيس مجلس الإدارة لشركة استادات الاستثمار الرياضي، والكابتن أيمن صلاح نائب رئيس مجلس إدارة أندية سيتي كلاب، والكابتن عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، لكابتن الفريق وكابتن منتخب مصر الشباب أحمد طغيان. المركز الأول وأول جائزة لأول بطولة دولية ودية تحت رعاية شركة استادات للاستثمار الرياضي والشريك الرئيسي الاتحاد المصري لكرة اليد، وهناك تاريخ كبير. بكرة ابتدى أول مدينة هتفوت عليه هتفوت في حيط، دلوقتي لو لا يمكن أن ننساه أبدا، يا ريت يفضل متاح، الفرصة مش مبروك منتخب مصر المركز الأول، مبروك مبروك، إن شاء الله دايما موجودين، إن شاء الله دايما متجمعين بإذن الله، الحضور الكريم
Hungarian team, thank you. Romania team, thank you for this champion and good play in Egypt. Welcome Egypt again, inshallah. شكرا. الحضور الكريم ان شاء الله باذن الله كلنا موجودين ومتجمعين عشان نؤازر منتخب مصر باذن الله يوم الاربعاء القادم في مباراه افتتاح لبطوله افريقيا والمؤهله للاولمبياد. كل سنه وانتم طيبين ونشوفكم على خير.